شفت بقى لما نمت وارتحت وشك نور ازاي؟ بس انا كان ليا رأي يا ابني، ما كانش ينفع ابدا تخرج وتيجي على هنا، كان لازم ترجع على الفيلا اللي انت كنت قاعد فيها. انا زهقت من الحبس يا ست صباح، المغربلين وحشتني. عرب، هو انت رجعت عشان المغربلين وحشتك وبس؟ مش فاهم. لا انت فاهم قصدي، يعني انت ما رجعتش عشان عرفت ان حنان هتتجوز؟ ده حوار واتقفل خلاص، ربنا بقى يسهل لها بعيد عني ويبارك لها في حياتها. يسلم لسانك، اهو كده ان شاء الله بكره ربنا هيرضيك ويعوضك بست ستها وهتشوف. عرب، انا ليه عندك طلب، ويا ريت ما تكسفنيش، يا ريتك تسيب البيت هنا شويه كم يوم كده. انا عارفه كويس عبد رب، عشان خاطري يا ابني سيب البيت هنا وارجع الفيلا عشان خاطر امك. ماما عندها حق على فكره، وحتى بعيدا عن بابا الفيلا هناك هتبقى مهيئه احسن عشان صحتك ترجع زي الاول. ماشي، انا هرجع تاني هناك وهسيب هنا، بس ده مش ضعف مني ولا خوف، انا هرجع بس عشان ابقى قادر اقف على رجلي تاني، بس ورب النار دي ورب النار يوم ما اصل طولي، يوم ما ارجع حقي وابكي اي حد جه على عرب السوركي. يا ابني الانتقام بيهد ما بيبنيش، ولو اخسر عمري بس ارجع حقي، حق عرب. ماشي، اقف بس كده على رجليك واصل بطولك، وبعدين نبقى نشوف عايز تعمل ايه. بس توعدني، اوعدني يا حبيبي انك ترجع عرب اللي انا اعرفه. اوعدك يا امه. بس انت قبل كده وعدتني ومنفذتش. وانا لحقت اعمل حاجه؟ خلاص يبقى نبدا حالا. انا عرفت ان في خط ساخن تبع صندوق مكافحه علاج الادمان والتعاطي لاي حد عايز يتعافى، بيتابعوا معاه في التليفون وكمان بيساعدوه، بيبقى في دعم نفسي وبرامج اعاده تاهيل وبرامج وقايه من الانتكاسه. وانت بص الكلام المجعلص ده كله ازاي؟ خلاص يا مجدة، خدي كل اللي لازمك من هنا وتوكلوا على الله، روحوا على الفيلا وانا كم ساعه كده وهحصلكم. ماشي، بس انا عندي مشوار بس كده هقضيه وارجع لكم تاني، اخلصه ونروح على طول. صباح الوهالة يا سوركي. ايه ايه مالك؟ مالك مهفهف قوي كده؟ دي المادة شادة، ما شفتكش يعني من ساعة العلقة. اطلع من دماغي يالا. يالا؟ طب ليه بس؟ ده انا بحبك بالحق الصحيح. مبروك، امبارح كانت الدخلة بتاعت حنون ولا ما علمتش؟ خد بس اقولك، راح فين؟ بقيت مخوخ بدري قوي كده ليه؟ اتكل على الله رباح وبعد عن احسان له. لا ده كان زمان، ايام المجانس والترابيس والفورمة الفاخرة، ولا مش فاخر؟ دلوقتي بقيت عامل زي الورقة، يا دوبك الواحد ينفخ فيها فطير. عارف يا سوركي، طول الوقت كنت بتمنى انك تيجي من تحت مني عشان افرمك برجلي، بس دلوقتي الواحد ما يستلذش بضربك. روح يا ابني، روح روح شوف انت بتعمل ايه. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.